أهلا وسهلا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في مادة الوحدة الرابعة من اللغة والأدب، وهي بعنوان قيثارة الفؤاد، حيث سنتناول فيها موضوعا جديدا بعنوان فن الشعر من مادة الفصل الدراسي الثاني. إذن سأقوم اليوم بالتعريف بهذه الوحدة وبالتعريف للمفاهيم الرئيسة وذو الصلة وعبارة البحث وكل ما يتعلق من معلومات خاصة بهذه الوحدة. إذن كنت قد مهدت سابقاً أن عنوان الوحدة هو قيثارة الفؤاد. المفهوم الرئيس الذي سنتناوله في هذه الوحدة هو المنظور بين قوسين النوع الأدبي، نعلم جميعاً أن منظورنا للأمور يختلف من شخص إلى آخر، فقد أنظر إلى هذا الأمر على أنه إيجابي، وقد ينظر غيري له على أنه مختلف عن ذلك. لذلك سنعبر عن منظورنا للأبيات والقصائد الشعرية التي سنقوم بدراستها في هذه الوحدة كل من منظوره. أما المفهوم ذو الصلة سيكون التعبير عن الذات بين قوسين أيضاً النوع الأدبي. جميعنا يعلم أن الشعراء يعبروا عن ذاتهم ومن خلال ما يكتبوا من قصائد، ونقوم بشرح أنواع هذه القصائد وخصائصها وموضوعاتها. فهناك من يعبر عن حبه للوطن، هناك من يعبر عن غزله بمحبوبته، وإلى غير ذلك من موضوعات. أما السياق العالمي سيكون التعبير الشخصي والثقافي، كل منا يعبر عن شخصيته وثقافته من خلال ما يكتب ويقدم للجمهور. عبارة البحث ستكون: يرتبط الشعر بذاتية الشاعر وفلسفته في الحياة، مشكلا منظورات مختلفة حوله. أذكر بأن عبارة الاستقصاء مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمفاهيم السابقة وبالسياق العالمي أيضا. أما بالنسبة لمحتويات هذه الوحدة، الوحدة قيثارة الفؤاد، هذه الوحدة محتوياتها مختلفة، فمنها مهارات لغوية ومنها مادة أدبية. المادة الأدبية هي فن الشعر، حيث سنتناول مادة نظرية من خلال الحديث عن مفهوم الشعر، أنواعه، أشكاله، وخصائصه وأغراضه. سنتناول بعض القصائد ونتذوق جمالها ونبدي رأينا فيها. القصيدة الأولى ستكون قصيدة من حكم الشافعي للإمام الشافعي، حيث سنقوم بتناولها من خلال تأمل هذه الأبيات وقراءتها، ثم الوقوف على أبرز معاني المفردات بعد قراءتها، سنتناول أيضاً الصور والتشبيهات الفنية الموجودة فيها، ثم بعد ذلك سنبرز رأينا فيها، ولا ننسى أيضاً البحث عن معلومات عن الشاعر وهو الإمام الشافعي. كما سنتناول قصيدة أخرى لمحمود درويش، وهي بعنوان أحن إلى خبز أمي، وما أجمل هذه القصيدة إذا كانت تتعلق بالأم. سنتناول أيضاً كما ذكرنا سابقاً معلومات عن الشاعر، تأمل وقراءة لهذه القصيدة، ثم الوقوف على أبرز معانيها ومفرداتها الجديدة واستخدامها في تعبيراتنا، ثم الوقوف على الصور والتشبيهات الفنية وبيان رأينا في هذه الأبيات، ثم تقييم أنفسنا من خلال الإجابة عن أسئلة التحليل الموجودة في كتيب الأدب واللغة. وهناك أيضا قصيدة أخرى وهي إلى طغاة العالم لأبي القاسم الشابي، حيث سنتناول فيها ما ذكرته سابقا في القصيدتين السابقتين. سيكون أمامنا أيضا مهمات لتحليل هذه القصائد، حيث ستحلل قصيدة من هذه القصائد شفهيا، فسنتناول مفهوم التحليل، وستقوم أيضا بالمقارنة بين قصيدتين من هذه القصائد كمهمة تدريبية للمهمة الرسمية النهائية. سنقوم أيضا بتناول بعض المهارات اللغوية، منها مراجعة همزتي القطع والوصل في الأفعال، المبني للمعلوم والمبني للمجهول، حرف الفاء المتصل بلام الأمر. أذكر بأنه سيكون هناك مقاطع مرئية خاصة بمهارات اللغة والأدب كمهارة الاستماع مثلا. هناك سيكون مقاطع مرئية لقصيدة أمي للشاعر محمود درويش، وقصيدة إلى طغاة العالم أبو القاسم الشابي ومحمود درويش.
أذكر أيضا أن عليك العودة إلى صفحة المنصة التعليمية للاستفادة من أكبر قدر ممكن من المصادر والمواد المرئية والأنشطة التفاعلية الموضوعة لك حتى تستطيع فهم هذه الموضوعات أكثر. أما بالنسبة لمهارات وأساليب التعلم التي سنقوم بتطبيقها خلال هذه الوحدة، وحدة قيثارة الفؤاد، هي مهارات متنوعة كما ترى، منها إدارة الذات، التواصل، المهارات الاجتماعية. إذن سنقوم بالعمل الجماعي التعاوني للوصول إلى الأهداف المرجوة من كل حصة، مثلا كتحليل بعض الأبيات أو استخراج بعض الصور الفنية، بيان رأيك في بعض المواقف، التواصل. ستتواصل أيضا معي في الصف من خلال مشاهدة مقاطع مرئية أو أسئلة موجودة أمامك تتأملها وتجيب عنها أنت وأفراد صف. أيضا سيكون مطلوب منك إدارة الذات، حيث ستنظم نفسك لتصل إلى الأهداف المطلوبة والمرجو تحقيقها من هذه الموضوعات. أذكر بأن معايير التقييم ستكون عبارة عن معايير التقييم الأربعة في هذه الوحدة، لا سيما أن المهمات متنوعة ومختلفة، منها التحليل الشفهي ومنها المقارنة. فسنستخدم معايير التقييم التحليل، التنظيم، إنتاج النص، واستخدام اللغة. لابد أننا أعزائي الطلاب نقوم دائما بربط الموضوعات التي ندرسها بالمواد الأخرى. موضوع وحدتنا وهو النوع الأدبي الذي سنقوم بدراسته هو فن الشعر، لذلك سنقوم بربطه مع مادة التاريخ من خلال دراسة تاريخ تطور فن الشعر والفرق بين أو الفرق في معانيه واستخداماته ومدلولاته بين الماضي والحاضر، كما سنقوم بربطه أيضا مع مادة التربية الإسلامية، حيث سنتعرف لأبرز الشعراء الذين كانوا في الإسلام وكيف كان استخدام هذا الشعر، ومن شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حسان بن ثابت، وكيف كانوا يستخدمونه وأسباب استخدامه أيضا في وقتهم. كما سنربط هذه الوحدة أيضا بمادة تكنولوجيا المعلومات من خلال استخدام مواقع ومصادر متنوعة للبحث عن معلومات خاصة بالشعراء، كما ستقدمون أيضا عروضا تقديمية ومشاريع أعزائي الطلاب تستخدمون من خلالها هذه التكنولوجيا. كنت قبل قليل قد تحدثت عن معايير التقييم وهي ألف باء جيم دال، التحليل، التنظيم، إنتاج النص، واستخدام اللغة. أذكر أن المهمات المطلوبة منكم في هذه الوحدة هي مهمة شفهية، وستكون عبارة عن تحليل لقصيدة من عدة قصائد معطاة، ستربطها أيضا بعبارة البحث التي كنت قد قرأتها لكم سابقا، ومهمة كتابية تعرفنا من خلال الوحد السابقة كيفية كتابة المقال التحليلي، ولكن في هذه الوحدة ستكتب مقالا تحليليا تقارن فيه بين قصيدتين. هاتين القصيدتين هذه المهمة ستكون تدريبية لتستعد للمهمة النهائية، وهي تحليل أو مقارنة بين قصيدتين خارجيتين. لابد أننا سنصل إلى الجوهرة وهو تأمل هذه الوحدة. بعد دراستك لهذه الوحدة لابد أن تصل لبعض المفاهيم، فمثلاً لابد أن تدرك ما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء استكمالك لمهام التقييم النهائي، ما هي المهارات التي تحتاج منك للممارسة، ما هي نتائج التعلم في هذه الوحدة، وما الذي كان مثيراً للدهشة فيما درسته، وما الذي سنفعله بشكل مختلف في المرات القادمة. إذن أذكر عزيزي الطالب أن عليك الرجوع إلى صفحات المنصة التعليمية للاستفادة بشكل أكبر من المصادر الموضوعة عندك في الصفحات وفهم المطلوب منك بشكل أكبر. هكذا أكون قد انتهيت من الحديث والتعريف عن الموضوعات التي سنتناولها بهذه الوحدة. أشكر استماعكم أعزائي الطلاب، وأراكم في الدرس الأول من دروسها. طبتم وطاب يومكم بكل أمل وحب.